عسلامة. عسلامة. مرحبا بيك. عايشك ربي يفضلك. عايشك. موضوعنا بمناسبة عيد الشغل، إلى أي مدى التونسي اليوم عنده ضمير مهني؟ والله إلى أي مدى؟ المدى العباد تحب تخدم على رواح. الضمير المهني موجود؟ الضمير المهني موجود. معناتها فما عباد راهي معناتها كي باش تخدم معناتها في توسكي في أي حاجة معناتها لازم يخدم بالضمير المهني سينو ما ينجمش يكمل يخدم. باش تنجح في العمل لازمك تتفانى فيه. صحيح، هذايا حتى من عند ربي معناتها. لازمك تكون كوريكت. كوريكت في خدمتك، كوريكت في كل شيء معناتها. فهمتني؟ باش ما تطردش ومش درشنا ومش درشنا، حتى معناتها كي تبدا تخدم وحدك معناتها لازم اوبليجي معناتها. اوبليجي معناتها لازمك تخدم خاطر تتعامل مع عباد انت معناتها. العباد كي باش يشوفوك معناتها كوريكت درشنا باش يخدموا معاك. باش يشوفوك اكي وكي ما تنجمش تعمل فيها الفلوس معناتها. لازم تكون عندك مصداقية. صحيح هكاك بالضبط. انت عندك ضمير مهني ولا؟ والله كان ما جاش عندي ضمير مهني ما تلقانيش نخدم. انا معناتها ابسط الاشياء انا مشيت نخدم اذا مثال في سيكوريتي من الضمير المهني كنت نخدم اجون ترقيت وليت شيف سيكوريتي معناتها لهنا معناتها شيف دي كيب معناتها مثال هذا نحكي لك في اللي كنت نخدم فيه انا في البريفي في البريفي معناتها لهنا شنو تسمى ضمير مهني بيان سور اي معناتها كي ما جيتش انت اذا معناتها يشوفوا فيك كوريكت في خدمتك ما ي شيف دي كيب. صحيح بالضبط هكاك معناتها لهنا شناهي لهنا هذاك يتوفر لك الضمير المهني هذاك اللي هو يرقيك معناتها فما عباد راه ما تحبش الضمير المهني فما عباد زاده معناتها كي باش تخدم انت في انا مثال زاده خدمت مثال في مونبريات فهمت خدمت بالضمير المهني وساعات الضمير المهني هو اللي يكر عليك باش ترجع بطال كيفاش؟ والله كيما نقول لك احكي لي تجربتك باهي تجربتي نخدم بروفول انا معناتها في مونبري اوكي بروفول تخدم معناتها كيما نقولوا نحن معناتها تخدم عادي على السرقه في المونبري ودرجنا تلقى واحد ياكل في كعبه شوكولاته اوكي حال كعبه شوكولاته ياكل فيها خرج من غير ما خلص عيط له انا معناتها في المونبري فما قانون في المونبري كي تلقى واحد ياكل في فازه ولا ما خلصش حاجه تعمل له فواديس صحيح هاي اوكي يرجعني تك 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 عمل شيك معناتها على 30,000 ولا 300,000 عمل شيك من ام غادي تك مد الشيك اليوم تغدو نضطر دام بالضمير المهني علاش تطرد؟ هذا هو السبب؟ اي خاطر هو طلع كيما نقولوا نحن انا مدفر عادي شنو المشكل يعني انا مدفر ياكل شوكولا من غير ما يخلص انا كي خدمت عليه معناتها خدمت هذه مسؤوليتك انت في العمل مسؤوليتي انا خلتني معناتها ما تتعرض راهو شفت في الحكايه تاع الخدم تتعرض في برشا مواقف تتعرض متاكد هذا هو السبب اي هذا هو السبب هذا هو السبب انا توا معناتها حكيت معاك معناتها على الضمير المهني يعني. انا نحب نخدم بالحلال ما عادش عيني بالحبس ما عادش عيني بحد شيء كي تخرج انت باش تمشي بالاساسيون ترافاي هذه تاع شيف دي كيب اوكي باش تمشي تخدم المناوله يقول لك لا معناتها ما نجمش انا نمد لك 7,700,000 اوكي بسياده الرئيس اللي قال تمشي تعمل نصبه يقول لك النصبه لا ممنوعه علينا يجيك اوردر من درا شكون ومن درا شنيا سياده الرئيس قال لك ما تنحي لي نصب اي انا الضمير المهني والمهنه كيفاش نعمل فيها نرجع نسرق معناتها يعني انت عندك الضمير والمهنه لا الضمير والمهنه لا هكاك بالضبط اي لهنا شنيا الحل معناتها كيفاش باش نعمل انا مثال؟ انا لهنا حاير انا شنو نرجع نسرق ترجع تعمل خاطر سرقنا وعملنا وقدينا وخلصنا وهزونا الحبس وعبيو بينا الحبس وخدموا بينا الكهرباء وعملونا وعملونا شنو نعمل انا مثال هنا؟ قول لي مثال انت كضمير مهني وشغل ودرا شنو انا شنو نعمل هنا؟ شنو نعمل قول لي انت يا سياده رئيس الجمهوريه انا ديما موصل كلامي كان للرئيس خاطر الكل هذوما اوردر ما عندك انت انا نقول لك شنو انا نعمل ولا نحب نقابلك انا ماذا بيا نحب نشوفك يا سياده الرئيس في بيرو في نعرفش انا ولا نجيك لك صار كارتاج خويا خلي يعطيوني تريحه غادي ونجيك من بعد نقابلك وجهي يزرق هكا يا خويا باش واحد يخدم على روحه باش ما يعملش هكا وما عملش هكا هذا الضمير المهني خويا معناتها في تونس معناتها هكا ضمير مهني راهو نحكي معاك راهو نحكي معاك في واقع معناتها هذا واقع اللي قاعدين نعيشوا فيه
اوكي اوكي غاليه، هذه الواقع نتاع الضمير المهني والشغل والتشغيل. انت اول مره تعمل نصبه وينحيوا لك؟ انا ما كنتش نعمل في نصبه، كنت عامل نصبه قبل ما يجيك الحمله هذه معناتها، ودرشني من بعد مشيت نخدم على روحي معناتها. في الخدم ما يوفروا لكش، في الخدم ما يوفروا لكش، ما يوفروا لكش سالارك اللي تحب عليه، ما يوفروا لكش. معناتها تخدم في كيما قلت لك، تخدم في 2 ساعات معناتها في 12 ساعه تاخذ في 580,000 و 600,000، تجي تحكي معاه مع سالاري يقول لك ليه ودرشنية. فرحنا قلنا رئيس خويا تكلم خويا ودرشنية ينحي لك المناولة ودرشنية، وتولي تاخذ سالارك فيكس وتولي تاخذ امورك. وليت عبيد معناتها انت تحب تمشي تخدم باش تقدم في درشنية، ما يقبلوكش ما يقبلوكش كريمون. نحكي معاك وشنو السبب اللي يخليهم ما يقبلوكش؟ ما يقبلوكش على خاطر ما يحبوش وبالرغم معناتها عندك صحيت ما اكسبيريونس صحيت ما يقبلوكش، ما يحبلكش يمدلك فلوس نات معناتها سالارك نات ما تاخذوش، لازم يسقط منك ولازم يجبد منك ولازم. فهمت كيفاش؟ معناتها لهنا باش تعمل معناتها فهمني. انا نحب نفهم معناتها، انا نحب نخدم وضمير مهني ونخدم كوريكت ونعمل باش ما نسرقش باش ما نمدش يدي ومش كيفاهم بقى. تجي انت تقولي ما تخدمش وما تعملش وما تعطيكش حقك ودرشنا، هي انا طالب في حق، انا الدوله هذه ماني محسوب على الدوله، الدوله تعطيني حق. ما كاينش خويا خالي واحد كي يشوف كيفاش ما نعرفش. انا في دول اخرى تاخذ العباد في حقوقها، شفت في دول اخرى تاخذ عباد في حقوقها معناتها وانت تبدا تخدم معناتها، فهمت؟ انت تخدم بالحلال بعرقك هذا اللي مش عامل عليك حتى واحد مزاي، انت قاعد تخدم. انت لهنا شنو تعمل معناتها؟ قول لي مثال. انا نسال فيك شنو نعمل معناتها؟ شرطي انا حكيت لك انا شنو نجم نعمل مثال. انت بضمير مهني وتحب تخدم معناتها وما يخليكش تخدم، هي كي ما تخليش انت تخدم شنو معناتها؟ وين فانا نهج تحبني نمشي بالضبط؟ وين تحبني معناتها؟ وين تحب تهزني بالضبط؟ تخدم 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 لا تكون لا تعمل لا تقد لا كيف بالضبط؟ نحب نعرف وين تحب معناتها المصير نتاع الشباب اللي انت تحبه يخدم ويحب لك يبني لك البلاد ودرا شنيا كي انت ما تلقاش معناتها كي ما فهمت كيفاش؟ لهنا وين معناتها؟ وين فانا اتجاه معناتها باش تحطه عبيد؟ وبعد تقولي ضمير مهني، العباد تحب تخدم بالرسمي والعباد تحب تتريقل والعباد تحب تخدم بالرسمي معناتها، تحب تاخذ سالارها وتحب ضمير مهني وتحب تعمل. وينو لهنا ضمير المهني معناتها؟ وينو تقولي انت عيد الشغل؟ انت عباد بطالة صح؟ تعملوا في عيد شغل انت؟ عباد بطال. شغل شنيا معناتها تعملوا في عيد انت؟ شنو الميساج تحب توصله للسلطة؟ الميساج راهو انا ما عندي حتى سلطه، شفت كي باش توصل الكلام توصلوا لل السلطات العليا. لا مش سلطات، سلطات كل واحد كل للرئيس قيس سعيد، قيس سعيد وقيس سعيد بربي العزيز وصلوا هذايا ميساج لقيس سعيد الرئيس الجمهوريه. خويا راهو فما خور انت ماكش قاعد تشوف فيه، راني نقول لك لو خور اللي قاعد يصير انت قاعد تعطي في اوردر ماكش قاعد تشوف فيه. راهي العباد تمهمشت، راهي العباد تمهمشت، راهو مهمشوا العباد، راهم مهمشوها بالرسمي العباد. اعمل خويا زيارات فجائيه صح، مش لازم انت معناتها باش تخرج يعملوا لك هكا العالم وتصفيق ودره شنيه ومن بعد ما فما شيء. اخرج ادخل شوف في المهموته، ما تقول لهم مش اني جاي وما تعملش وعود اني جاي واني ادخل لهم كيما كان يعمل بين علي. خلت تريق اللعبيه هذا صح، ما فماش حلال فما حرام مالك. اذا ما فماش حلال ما لازم فما مسؤولين زاد تخدم خدمتها. المسؤولين خويا كي باش تخدم خدمته هو باهي، هو جاي اوردر من الرئيس يقول لك خويا ما تخليليش انا حتى نصب انا في الكياس. العبيد صاحبي اللي ما عندهاش كيفاش تعمل مثال كيفاش نصب باش يوكل عائله ولا وفر لهم فضاء، وفر لهم الفضاء، الفضاء زاد ما تحطوش في كوان صاحبي. عبيد تخدم في الفريب وعبيد تخدم صاحبي بالاكتيف بالموفمون صاحبي، تخدم العبيد تحطه وانت في كوان ما فما ما يشوفوا حد كيف يمشي يقرر السلعات وكيف يمشي يخدم. اذا عندنا سوق نحن اسواق صح، اي لهنا معناتها كي يبدا لك في كياس هذاك هو الانتصاب الفوضى. وما انت في سوق في مدخل نتاع سوق ولا في وسط السوق ماهوش انتصاب فوضى، اذا هذا باللوجيك وبالمعقول معناتها ماهوش انتصاب فوضى، ما يدخل لك حتى شيء في الانتصاب الفوضى. انت في سوق
معناتها السوق مش تدخل تلقى الفري، مش تلقى النصبه، مش تلقى الحانوت. ماهوش انتصاب فوضى، انتصاب فوضى كي يبدا معطل لك حركه السير لبرا باللوجيك وقانونيا وبالمعقول. معناتها انت بالقانون لازمك معناتها شويه معناتها حتى بعض بحدا المساكن راوة. شنو هي بحدا المساكن؟ معناها بحدا الديار مثلا ما تنجمش تنصب قدام دار. توا في مرشي البحر يا اختي غاليه راه. في سوق لكن يعني فما حوانت ما تنجمش تنصب قدام حانوت مثلا، ما تنجمش تنصب قدام باب بلاس. صحيح هذايا صحيح باش تخلي معناتها باب بلاس معناتها باش تدخل العبيد معناتها في تجاره. اما راهو يقعد سوق تتحمل بعضها العبيد راه. والعبيد راهو مش نحكي لك على تو، نحكي لك على 50 سنة التالي راهو نفس الموضوع مستانسة ببعضها راهي العبيد ما هذايا في الأسواق وفي السوق باش تحكي له بالقانون ودرا شنيا. هذاك البرا معطر لك حركة السير، عامل لك درا شنيا هذايا. أما نحنا في سوق العبيد تنصب على رواحها معناتها باللوجيك وبالمعقول وبالهدايا، عبيد تخدم على رواحها صح. مش الناس الكل تخدم. انت كيما تنحيلو انت نصبتو وهو ما عندوش كيفاش، شنو هي مثال عبيد توكل في عائلات راه. عبيد توكل في عائلات بك النصب هذيك. كيفاش فيهم معناتها انت لهنا؟ على كل نخلي لك الكلمة الأخيرة. بجاه ربي يشوفوا حل، بجاه ربي.